السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا لاباس. ماذا بيا الفيديو هذا يتبع حتى للاخر كيما مال فنقول لي كاستيون، عم قاعدين يتعاودوا في لي كومونتير وانا قاعده نجاوب. امبوسيبل راح ندير نفس الفيديو كل يوم، دونك ماذا بيا في اسئله جدد. دركا كي راح تتبعوا الفيديو راح تديروا اسئله جدد. المهم زوز سقساوني على ديمونسيون تاع الغلاف تاع شوكولا دبي اللي حطيته. با انا واش كتبت، روحوا للفيديو تاع شوكولا دبي في دقيقه و36 ثانيه، راني شارحه كيفاه نديروا لي ديمونسيون. انا درت ديمونسيون على حساب لو مول تاعي. دركا اي وحده عندها مول، وكل وحده ولا ديمونسيون تاع المول تاعها هذا، لكن كانوا لي مول كل واحد بزي درك، لكن نفس المول هذيك حاجة أخرى. أما لكن حنديري كيما نفسه المول تاع شوكولا دبي هو بعدا، هاي ديمونسيون أمبالا شوكولا دبي تكتبيها في جوجل يخرجوا لك لي ديمونسيون. هاو خرج لي المول هنا، هاي نكبر للوحدة، هاي هادو ما هاو كاتب لك هنا 1 سنتيمتر و 1 انش. تما دركا هاو عندنا لي ديمونسيون تاع المول تاع شوكولا دبي، لكن عندك لو مول هذا بصح انتي مش راح تضمني انه عندك نفس الديمونسيون. اي حاجه درك راح تكتبي لي ديمونسيون، تسحقي لي ديمونسيون تاعها جوجل لو كاين هذا، لكن ما تبعتيش الفيديو للاخر. درك انا كي نحط الفيديو راح نحطه من لي كي نخيرو ديمونسيون حتى للاخر. درك في الفوتوشوب كيف راح نديرو، عندك هنا ديمونسيون تاع المول تاعك راح تخدمي ال وش اسمه، سمي معايا اللومبالاج تاع شوكولا دبي. نجي لهنا باغ اكزومبل كيما في هادي، دوك نشوفو هنا ها هيك عندي هنا 11 سنتيمتر على ها 4 سنتيمتر، 11 سنتيمتر على 4 سنتيمتر. ما ننساوش طلعة تاع الشوكولا العلو تاعها الارتفاع تاعها ما ننساوهش. الارتفاع تاعها نقولوا ابوبري هنا مش مكاتبين اهم والله، هذوك كنت راح نقول 1.5 سنتيمتر خي قالوها، هاي 1.5 سنتيمتر وهاي 11 سنتيمتر من هنا، وعندك لهنا 4 سنتيمتر. با عندنا 11 سنتيمتر وها لكن حنا نغلفوها ندري داير ساير على 11 سنتيمتر. نكتبه هنا يعني نقلبها ولهنا نكتب 11 سنتيمتر، نتأكد ها 11 سنتيمتر هنا 4.3. عندك 4.3 دوريها، راح تدوري راح ديري 4.3 زايد 1.5 زايد 1.5 زايد 4.3 4.3 باسكو واعله راح نغلفوها داير سير على بعضها. عندنا 1.5 زوز خطرات جهة من وجهة لمن، تسمى 3 زائد 4.3 تسمى 7.3، زيديها 3 زيديها 4.3 أخرين تولي لك 11.6. هنا 11.6 جا نديروها 12، نديروها 12 وعليه باش كي تغلفو عندنا البلاصة وين نقف على بعضها. 12 نديرو كنز كنز على 4.3 فوق تحت ها 12 اها ديرو اوكي ولا الاسباس تاعنا. دركا شوفوا انا راح نخير راح نبدا نقسم البلاصه تاعي اللي راح نخدم فيها. با ديجا هنا هاني قد ندير 4.3 اسم ديروها 4.5 هاهي 4.5 هي دركا 1.5 الارتفاع 6، دركا نزيدو 4.5 اخرين ثم قداه 10.5. تبقى لي 1.5 لهنا، تمام
هكا كتسمى درك. انا راح نخدم في لابارتي هادي درك، الواحد لو نص لي هنا. دونك واش ندير؟ عندي 4.3 ديلي من تحت، وعندي هدية نقدروا نزيدو اون بيت بارتي هكا صغيرة نقلبوها حتى نقلبوها 15 كما قلت الخضر 15. فوالا هاي 15 نزيدو اون بارتي قد ليسونسيال. ها هذا الارتفاع تاع الشوكولا من والارتفاع تاع الشوكولا من، هذه اللي تجي تحت الشوكولا كي تطبق تحتها، وهذه لا فاس اللي من القدام. هاهي درك ولا هضرنا على تاع الغلاف تاع الشوكولا دبي، باسكو هذا لي كاسيون تاع لي كاسيون جاوني في فيديو هذا، هاني عطيت لكم كيفاه. درك حسنا انا ماذا بيا نزيد هكا باش نيفيتي خلاه الغلطات. يا سيدي عندنا 12 سنة سي بون ليسونسيال. عندي انا هادو من هنا تاع الواجهة تاع الشوكولا ليسونسيال، عندي لهنا هادو ما لازم يكونوا ريغلو. فوالا دركا شرح تاع لا كونسيبسيون هاني حطاتو الفيديو، هاو كيف خيرت لي ديمونسيون هاني. شوفوا غلطنا مع بعضنا، خيرنا مع بعضنا، صلحنا مع بعضنا، باش هكا ان شاء الله ما يكون حتى كيستيون. حاجة واحدة تكونوا تعرفوا الحسابات، تجمعوهم مع بعضهم وتعرفوا كيف تفرزوهم وتعرفوا كيف تقسموا السباس تاعكم. دركا باش نخيروا كاين حوايج اخرين عند لي ديمونسيون تاعهم. الفوتوشوب هذا جديد في حوايج ملاح انه يعطيك لي ديمونسيون تاعكم. شتوكم كيما لي زامبريسيون ها هما. شتيو الورقة تاع الفوتوكوبي ها هي اكا اسيس، هي اقسم اكا تاع الاربعة تخرج لك اسيس، اقسم اكا تاع الاربعة تخرج لك اسيس. ها كيما قلت دركا ها هم عاطينها لكم دركا، ها لي ديمونسيون كل عاطينهم لكم. اللي يحب يخدم لي كارت فيزيت، لي كارت فيزيت ندير هنا 8، عندك 8 وعندك 5 وعندك تاع لو فون بيردو. لو فون بيردو مثلا نديرو هنا 8.5 وهنا 5.5. درك لو فون بيردو هذاك وعلاه باش كي تقصهم من الماشينه لي كارت فيزيت النص الزايد هذاك اونكا غلطه ولا حاجه في القصه راح تروح في الفيد هذاك، باش الماشينه ما تفزتلكش لا كارت فيزيت ما تفزتلكش الحيز تاع واش تسميو معايا تاع لا كارت فيزيت. درك هكا باش تفهموني، هادي في اي حاجه لازم توجور كاين فون بيردو باش تفهموني. سوا الفون اللي راح تنحيو منه الغلطه دركا، شتي النص سنتيمتر هذاك تقسميه على زوز. فوالا وهنا عندك 8.5 نقص 7، لازم تعرف كيف تقسم 25 هذيك وال 25 هذيك تولي النص لي زايد. فوالا درك على كارت لا عندنا لك. شتي الكتيبة تجي في الحيز هذا كلش في الحيز هذا، وشتي هاكا مثلا هاكا هاهي ديروها كيما هاكا هاكا. عندنا مثلا يبقى راح تكون هنا ما تكونش هنا، تكون هنا الحيز هذا تكون مقفول عليها في الحيز. لا الماشينه كي الماشينه كي تعدي راح تعدي من لا ما تدقاسش. عندكم في لي فلاير في لي كارت فيزيت في اي حاجه راح تمبريميها وراح تقصها الماشينه، ديما عندكم الفون بيردو، يعني
البلاصه وين اونكا غلطه راح تكون فيها، ما تكونش في الحيزه ده للداخل، تكون هنا عبره، مش عبره لهذا، عبره لهذا. درك نديرهولكم بكولر اخرى باش تفهموني. فوالا هكا. هاهي الطرف هذا مثلا الماشينه كي تعدي راح تقدر اي غلطه راح تكون فيه. ليسونسيال فا يكون هذا الفان كامل نفس الكولور، لكن فا ابيض يكون ابيض كامل، لكن اكحل يكون اكحل كامل، لكن ازرق يكون ازرق كامل. المهم يكون فان كامل. وش هو الخدمه تاعك؟ تكون في الحيز اللي هنا، في الحيز هذا، والفا يكون خارج على برا باش يتقص قد قد. ليسونسيال هكا تفهمنا اللي فلاير وسي. وكيما قلت شوكولاتة تاع دبي هاو كيف خيرت القياس تاعها، انا حسب الملتي انت قيسي الملتاعك، قيسي كيما مدايرين لك هنا. هاهو عاطينك الطول والعرض وعاطين لك الارتفاع، قده تطلع الشوكولا، قده السمك تاعها، فهمتي؟ هاو السمك تاعها كيفاه. تركا قالها الاخر ما عندكمش حقه. فوالا ماذا بيا الفيديو يتبع للاخر، واللي يوصل للنقطه هذه يقول لي اسكو فهم لي ديمونسيون كيف يتحسبوا ولا ما فهمش، ولا وش هي الحاجه اللي قلقاتو في لي ديمونسيون اللي مازالت محيرته. بصح مشي توجور نفس لا كيسيون، اعطينا لي ديمونسيون لكن تقلقوا من الفيديو، تركتو في جوجل تو سامبلومون. برك انا شرحت كيفاه تخيري لومبالاج حساب ديمونسيون اللي عندك انت، ما نعطيكش ديمونسيون تاعي انا وانت الملتاك مشو كيما تاعي انا. برك واش راح تكونوا فهمتوا؟ اي كيسيون اخرى قولوا لي. ولي خدمه الكونسيبسيون تاعها باغ اكزومبل وكي نعطينا تشوف ونببليها لها ونقول لهم فوالا كاينه واحده هاي خدمه، هاي الخدمة تاعها كيفاه، مادا بيا نبيبليي تجارب تاع المتابعين تاعنا. سلام في فيديو آخر إن شاء الله.